ميالاكي ذاقت الرحمة عليك. ايش عندك هنا؟ جاي ارنك على عينك وامشي. يا الثور يا البهيم يا الهرباد يا التيس. شو مدازرين؟ هلا استاذ ملاحي. هلا وقاري. شلونك؟ شو عندك قدامي؟ شباب اباخر جوله مع ملاحي. ادعموا ملاحي، ترى جاي ناشف عند الدوار. منو؟ حبيبي تو نازل لي 8 مليون انا هناك جاي. ادعموا ملاحي يستاهل اخوي. ادعمه. اقول لك شيء وقار. لن ولن تصبح ركن المعرفة. يلا سري سري. وقار قول ركن المعرفة يبكي. هي من ايام البيجو تقول له ركن المعرفة. لا 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 في واحد كاتب جاكم السكير الغذر. لا 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 انا سكير غذر. ولماذا تقول عن كلام هذا؟ هل يوم من الايام ابوك باع لي او شو يقدر يدشون هناك برنامج يكتبوا لي واحد؟ يلا حيهم. شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين؟ شو الدنيا؟ بشرونا عنكم. وش جايبك هنا؟ والله محمد جاي، قالوا لي ان في واحد اسمه محمد وفي دوده. يا ملاحي تعال البرنامج علشان تشيل الدوده منه. قلت لهم ابشروا بي، انا الحين جاي وركبت الحصان وجيت لك. دربق دربق دربق. لا لا يا عيال حتى ترد الدبابات، خلنا نضحك عليهم. فيني باور انا. يا اخوي لا تدزلي، اطقك رفض الدزلي، اطقك رفض الدزلي. هلا ومرحبتين. حيو 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 ملاحي ما في زيه. اخر مره سابني. لا سابني. اي ما انا فتحكم. اي ما انا فتحكم ملاحي، اكيد بسبك. طول عمرك انت تنحاش مني. الحقي يا رغد بنت الكويت، بنت الكويت، بنت ديرتك بتعد الحق، بنت ديرتك بتعد الحق. هلا والله. تدري شو اللي بيني وبينك؟ بنت ديرتك بتعد الحق. ملاحي ملاحي ما في شيء، وهو دائما اللي فايز. وشو دخلت المسرحيه؟ وش الباص الباص. لا لا ملاحي ملاحي عاد هدي 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 والعب تحدي. لا لا نضرب نضرب. بدخل عشوائي. لا انا بدخل عشوائي. لا انا انا بدخل انا بدخل. ملاحي شلونك؟ البرنامج ذاك خلاص. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا يلا الله يسلم. يلا يا العفوي. وش؟ تعال. لا يا جماعة اليوم صار اليوم صار اليوم صار. يطلع برا البرنامج يلبس جينز وقميص وحركات، داخل البرنامج غتر وعقال. يعني انا العفوي. الباخ الباخ ارنك على عينك الباخ. ارحب نايف. يلا حيا يلا حيا. شلونك؟ شو اخبارك؟ يرد يرد عليك. اي والله زادت العلوم. ما صير معه. يلا تفريق تفريق خلاص. انا ما انا مع رغد.
يلا انت دائم تختار اللي مثلك وشروك. والله انها رجل منك. يلا الباخ ثالث مرة ثالث مرة ثالث مرة تشك في صح. هدوا يا جماعة هدوا الله يكون في هدوا هدوا خلنا نشغل شيء شغل شيء شغل شيء يا جماعة الدبل دامها حامية الدبل تكبيس مو وقتك تشهدين اصبر. يلا يا جماعة شغل شيء شغل شيء علينا علينا شغلنا 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 طيب خلنا نكتب عقاب اصابعنا 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 رجال اصابعنا رجال صابعنا يرجع هيك يا جماعة صار الله بيني أنا وملاحي جلد مجالد بيني أنا وملاحي جلد مجالد أي واحد داخل بيت ما يكبس جعلك بواسير يلا بواسير هناك وهني بعد يلا كلكم يا جماعة تريبل 119 حلاوة أقوى تريبل يا جماعة الكل يسكر حلاوة البقر حلاوة البقر اليوم نبي نسكره أعطوني حلاوة بقر إي حلاوة بقر حلاوة بقر والله ماني خابر هنا واضح اخس الدنيا اخس الدنيا أبطيع أبطيع عنك وعود ولقاك تنابح اجل اوت يشد عليك شيء ها انت حدك على هذا المسكين اثنين اخوان تترقصون ترقصون وانت اخر شيء قمت هزيتها اي مسوي لي فيها رجال اخس عقب اخس عقب كنا كذا اللي سكنوا قروض يا يعني تسالف اخس عقب يلا يلا انت اسم انت شكلك انت اسمك يعني انت شكلك على اسم لوحة سيارتك اوريهم اوريهم لوحة سيارتك خليهم يعرفون حقيقتك نعم مش اللي تجي حركات ها على شكلك الله اللوح مسوي عفوي احبك بالبطاط على عينك اللي قاهرني انه صاير عنده حزب الاطاف هذا بعد الدنيا مو بخير رقودة هلا شلونك اخبارك والله زينة اليوم يا جماعة الجولة انا محتزمة فيك اتخلي اخليك تفوزين والله يا جماعة تكبيس تكبيس أخوة تكبيس والله علي جانا شيخ عند تلمس اللي جاني هنا يخزم ينخ عاوكبته يذم ما يلونه خلاله جل حب حمد حلم وكين يا جماعة الجولة بيني ترى بيني أنا ومومو جلد مجالد هو قاعد يتحرش فيني بيني أغلط والله العظيم اللي فضل هالنعمة أني ما راح أغلط تدون ليش ما راح اغلط يقول انا اخوان وانا اول شيء يا غريب كن اديب ثاني شيء كل البرنامج رانك على عينك ما بيرنك وانهي كرتك مره واحده البخ البخي انت اسمك واضحه خلاص واضحه البخي البخي يا واضحه شكرا سالفين يلا ما راح اعطيك مهر عطى ميوت عيال والله بيتاوش ما لي خلق تاوش انا داش بستانس عاش مومو عاش نايف عاش ترغت يا جماعة بقر النوسة سام تكبيس 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 بذمتك تحبني والله يموت فيك اقسم اموت في الجميع اي والله اقسم انك تحبني
والله اني احبك والله مو مشكله لوفر جو جو يا جماعه ارحب يا فالكون حمد ايش رايك فيني رقوده ايش رايك فيني رقوده حمد هناك وافي وهني وافي وربي احكامكم 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 لوفر وافي هناك وهني وافي حب احكامكم وافي هناك وهني وافي انا احكم الله يعزكم والله العظيم الله يعزكم هناك وهني الله يعزكم الله يعزكم كل مكان اروح احكامكم احكامكم ملاحي والله العظيم شكرا شكرا اوكي شكراً. انا عيل احكم نايف خلاص رغد تحكم نايف اوكي احكامك ملاحي احكامك الحكم الاول اسلم يلا اوكي يلا فكم الله هلا هلا مع السلامه مع السلامه علم علمه اني بحط الخطام في خاشمه بكره شنو شنو تعال شنو الخطام الخطام بحطه في خاشمك واقود واقود قود العشيبه احكمني يا ملاحي انت رحولنا هنيا انت تجي هنيا رحول حيث هناك رح تسيد هنيا رحول شنو رحول رحول لك الكرسن كل من جاء تله كل من جاك تله يلا يلا يا جماعه احكمونا يلا يلا دلعت واضحه يلا كل تفل عليك كل ما حطك على عينك يلا يلا احكمونا احكمونا يا جماعه احكمونا حاطك ميوت يلا الحكم اول انس اسلم 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 الحكم الاول انت شيخ احكم عليك لا لا والله تحكم ملاحي والله تحكم انا ما احكم عليك لا والله تحكم ملاحي دام مضحى طلعت والله ما احكمك الله يطول بعمرك يا ملاحي يا حبيبي ويطول بعمرك يا رغد ادخل خلونا ناخذ لا 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 بدخل لك مع عشوائي وش اللي عشوائي خلنا ناخذ لفه يلا مومو انطر رغد مع السلامه اوكي ملاحي ملاحي شوف انا بدخل تدي بي ناس يدش غلط علي احسب انا مو انا اللي دخلت اي هو ترى تديني ليش توشتيها ليش عشان غلط عليك ليش غلط علي ما سمعت ايش قال عنك شنو قال والله انت سهبلين والله ما ادري السلام عليكم سلكم انتج ارمل سوء هلا ارحب ارحب هلا والله يقول تعرف يقول تعرف تختار منه فريقك يعني اخترت انت يقول يعني انت عشان تشمارة فهمتي فهني قمت ردت عليه اه فهمتي دي ولا ما فهمت بس عادي بعدين افهم اللي اغلط عليك بحط ايدي بعينه بعد ما عندي مشكله فعليك اختي انت اوكي يلا مال بسرعة هلا والله هلا والله كيف دشينا بهوشة سعد بيك وين سعد تعال ما في والله العظيم لا طلعك برا البرنامج هو سالفتني كل واحد اي هني كل واحد بيطلعني برا البرنامج ايش يحسبنا ان البرنامج واحد من رابعة اهو يم بيطلعني برا البرنامج يا عيال سعود وينه؟ بكاو واضحة أنا أعلمها هذه واضحة
صادق نزلت برنامج بذمتكم اللي نزل برنامج الحين علشان منو؟ بذمتكم. هلا والله منورين كلكم. منورين. 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 دي خندق على سعود. سعود. دقيقة كاو جاي سعودي بث قايد يبث هنا ولا ما يبث متى يبث مرة بالشهر هني ما في احكام جلد مجالد صح تبون على يوم نهجم عليهم هني الساعة 12 نبث بث صدقي اكتب حق السناب والتليجرام وندشيني عندهم نلعب جلد مجالد الريم فاتحة بث يا اختي اللي منزلين جاكو شوفوا شوفوا صورهم اي واحد صورته جاكو تو منزل البرنامج اللي صورتهم بجاكو كتبوا لي واحد يا اختي يا اختي يا اختي يا عمري انتو يا عمري انتو اقسم بالله العظيم اني احبكم والله العظيم وين ما اروح افتخر فيكم وين ما اروح سند وين ما اروح معاي على الحلوة على المرة معاي
تصدقون كنا فاضي البرنامج. أنا غثوني اللي قاعد يدزولي هذيل. توني متهاوش. كذاب. أي والله. صلت على أبو عيسى. يا دشيت مع واحد ولا يسبني. غريبة ليش؟ غريبة. تيجي يقول لي. لا لا لا. ما شاء الله عليك، أنت كل العالم يسبونك. لا تيجي يقول لي. يا أخي ما أصدقك، وجهك يعني أنت هجومي دايم. علي بالحرام يا ابو محمد، ان اول مره بحياتي انا اشوف تركي يدري، سلطان يدري، لساني متبري مني، بس اول مره بحياتي اكون بريء. ايش يقول لي؟ يقول لي انت تدش البرنامج علشان اذا هناك ما عندك دعم يخرب بيتك. انا الحين اسمي التوب الاول باليومي وماخذ 4 مرات توب باليوم. حلو؟ هذه سبب؟ لا تسمع، يقول لي اسمع، يقول لي هني تدور ما شنو، هني احنا نرخك ما شنو. واقوم قلت انت كل برنامج تافلين عليك. ايش يقول لي؟ علي منازيل من انا باكر باكر اطيرك من برنامج. عرفتوا انت صح؟ عرفتوا؟ ابى اقول لك حاجه. طيب سمع على قلبك. حاب اقول لك البرنامج هذا ما هو برنامج، ما هو برنامج احد. هذا اسمع، قبل فترة واحد هددني قال لي عطوا سلطان البكرة احذف حسابه. قلت يا ولد اذا اسمع سعود، عشان باكر لا احد يقول من الله غلط. انا ردت عليه قلت انت انا بغير اسمك، غيرت اسمه من نايف خليتها واضحة، بس انت النقاش والله عشان لا يخت علي. اعوذ بالله. نايف نايف يعني مساكين ما يغلطوا، ورب الكعبة انه غلط علي. والله شوف ما يعني اسال انا تركي. كم مره توجت اياك انا؟ واجد. عمري خطت عليك؟ واجد. نطالب سعود انه يرسل النايف ونحل الموضوع. اذا سبني راح اسب، ما احنا اقول لك. لا لا احنا الحين صل على النبي، صل على النبي، قول لا اله الا الله. هذا ملعون والثاني ملعون، يعني يحبون ذي الاشياء. عرفت ولا لا؟ وملاحي والله عزيز وغالي ورفيق. ونعم والله ونعم. اسمعني. ملاحي ما يحتاج احد ياخذ حقه. لاني انا عارفه يعني، شفت كيف؟ بسم الله عليه الرحمن الرحيم. والمشاكل ما الله حبها. علشان كذا احنا جايين للنزهة وللضحك. بس هو قال لي اطردك برا برنامج، هذه العور قلب. والله بس علي علي المنزيم هذه اول مره. ها علي المنزيم. طيب اوكي ندخل تحدي. دقيقه بس ايه زين اسلم. احنا والله مقصدنا خير، مقصدنا خير، بس خلاص يعني بعدكم ما تبون بصر. اقول لك شيء اسلم، كل واحد في الدنيا الله الله يبي يعطي حكمه. اي حكمه عليك والله. كل واحد في الدنيا يصير يدور دراما. هذا صدق الدراما، انا ما عندي لا دراما ولا شيء، عندي طاختيخ. هذا جو طاختيخ. من انا الحين عندي دروب اسوي دراما. انا شفت انت مسوي دراما. نعم صراحه انت مسوي دراما ما اصدقه انا. ما يعرف يقول انا حتى ذاك اليوم جايب حديده يقول اركبها برجلي، اخر شيء ما حد اعطاه وجه راح طبخ. <تصفيق
وعمليات يعني واضح ان وجه داشر يعني ما اخوي سعود ورب الكعبه ان اكثر ناس اتهاوشهم ترى الاثنين هذين للعلم ها يا رجال سلطان يا رجال عارف انا زين يا رجال والله العظيم ذاك اليوم العالم حاطين له مقاطع وهو طالع من المستشفى لا وجه قلت يا اخي كانه قاعد يمثل ما كانه صدق يعني ما اعطت ما قد جدي هو حتى وجهه تحس انه كذاب تحس انه بيسجل موتر ويفجره منك يا اخوي هذول الاثنين شو طيب دامكم ما انتم صدق دي 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 والله العظيم اتكلم عن هذول الاثنين يا سعود هذول اشتذل على كثر ما تهاوشت اياهم انا اغلط انا لساني مفتلت مني انا اللي ولع المشكله تخيل يدقون علي ما يحبون ينامون احشايل عليهم هذا كلمه الحق اقولها والله واكثر اثنين يحبون ترند يحطون سناباتهم كلها بني رجع متجمع لا هم يحبون البنات هذا كم لا هذا كم ما يدخل ترى نعرف بس خرب اشوف على حظ المصخب هذا صدق والله طيب شو بجيب لك قز محترق يلا الله يستر الله يستر شوف واحد داشر ما في الا راشد لا محترق هو من كامري وطلع كذا على منو شوف اخيرا ملاح حطه في يدي اخيرا شفت يا ملاحي بياني ام العفاريت ملاح حطه في يدي ايوه هذا ملاحي جبته لك شوفي يا شباب اللي ما تحصن يتحصن بسرعة ترى اي شيء خش ملاحي شلون ملاحي ايش فيك هذا الجاثوم اللي ما يصلي اوكي ركبة خفت لا عمليتك فهمت غلط لا فهمت غلط عمليتك في شيء عزاز ممكن اطلب منك طلب انا طلعت ملاحي بس كذا انا توني متاوش مع واحد انك تسكنه هذا شيطان ملاحي طلع في المشكله كذا اه الله انا حياتي كلها موثق من الله ما ابغى توثيق طز في التوثيق طغى على جاغو انا موثق من ربي وموثق ولد بيطيرونك انت وجنبيتك اصبر ما يقدر يطيرون ما سويت انا ما يا العنب يقول انا من اصبر يا حبيبي انا موثق من ربي وانتم موثقين في قلبي يا رحمه الله يجزاك خير بس هذا وقف شغل لا ترى سعود يقدر يوثق قبل يومين وثق لا والله حتى شبعت سعود ابا ما يوثقني ولا قال لي شيء وليه وش ينقصك اذا سعود موثق وملاحي موثق وش لا وش ناقص اقول لك ابشر بالتوثيق ان شاء الله يوثق لك جاكم اي نعم المفروض التوثيق اروح اي اشهد على سعود اشهد مع على سعود الله يلعنك بكره بيشتكي لي في المحكمه اذا ما وثقت له ها اي نعم حقه أيوة. لازم توثقه وثقني يا سعود وثقني على خشمه ما دام حط يد على خشمه الله يعطيك على خشمه نعم شكلك ما له ملاح راح بالله المروحه تكفى المروحه ابي مروحه صراحه والله تعال فيه الدو والله يلا الصدام لا ويدو صعبه يا سعود يا اخي ويدو صعبه يا اخي كل ما تبي تتوب على تويتر تبي ترجع له خلي يسويها بدون لا تقول له لا سويها ترى خطر عليك انت وركب الله شوف شلون ينبه المتابعين شوف شلون ينبس لنا خطر عليك يمكن تنفك لا وتنكسر رقبتك كذا قدامي ما لها داعي ما عليك تجيني رقبة ثانية ما على كيف أمك في القبر يا حبيبي تروح القبر أرى وين لسانك ما طلعت على المشاهير دي ثانا حمول يا حمول المشاهير اللي تبدينهم واحترامهم على الشبك على الشبك نعم أنت وش قصدك يعني ما ديك سلطان أنت يعني وش قصدك شبوك يا الحبيب لا برقد
ثواني قاعد اكلم امي. الله يحفظها ويخليها لك. وش ما فهمت عليك وش يقول وش يقول الشبوك شبوك وش شبوك شبك الشبك الشبك يا سعد مو الشبوك الشبوك مجموعة الشبوك والشبك الشبك واحد ايه شاكر رجعنا ويشتك الله يلعنك صراحة يا أطفال يتابعون طيب بس يقول ايش سيبون أطفال أنا قلت لهم يتابعوني ما قلت لهم انت اي طفل يتابعك انت على بعينك من زين وجهك انت وجه البومة انت لو حط على ظهرك خط ابيض تصير سنجاب بريحه ايش فيك انت مزلقان يا حمول صلعتك هذه لك انها مزلقان اه صلعتك مزلقان انت كنك قرد يتيم انا جني وانت فرعون انا جني وانت فرعون شنو لا لا تكون لا تنمر لان في اطفال لا دي احنا تنمر على بعض وكنمر علينا لا اي اذا كنت لا يعني شوف صح كلام سعود صح انا نفسي استاجر صلعته للتفحيط استاجرها شهريا مو عندي معنى انا اذنك تكفى بطل منك طلب ما تردني لا ملاحي انتبه ترى والله العظيم انتبه حتى لو تقول تفحيط انت كانك كفر انتبه والله عاد اطلب منك طلب كفر يا حمول انا كفر لا ما يا عزاز لا يقول ممكن طلب الله يعزز واجره اسمع عرار وليس عزاز عرار ممكن طلب هلا تفضل امر الله يعين اللي ناقص حرفه بيروح فيها عرعار باخذ ايدك عاد اسمه صعب يعني اللي ما يعرف ينطق الحروف على طول وش اسمه عرار عرار يا عرعر وجهك سعود عرعر اسمه مو عرعر عرار ابو شنب عرار والله العظيم عرار ايوه على ما تقول عرعر يا رجل صدمتني قلت اسمع عرعر ودك كنا تقول عرعر لو تقول الاسم هذا يعني مشكله اي ابو شنب اسم العيل ابو شنب ما شاء الله ونعم والله حمولتن طيب بربره هلا الفهد تفضل امر دلني وشرايين دلني اي بربره غطك هنا لاحش غطك هنا دحن بتدخلون جولة ولا لا؟ وي الأحكام صلح هن نعلق ملاح بصلعته بس بشرط جولة من أحكام سعود جولة خلي القست يعدي أنا أم يلا أوكي جولة واحدة سعود ترى اسمع جولة كثير طيب لا لا جولة واحدة أنت لا الحركات هذه لا عيب عيب أنت اللي عيب يا عرار قلنا لك جولة واحدة خلاص جولة واحدة لا 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 تيجي تلعب مع لا أنا يا معك يا مع ملاحي أنا ما بيها أنا سعود ما بيها سعود أنت ما تعرف الله يهني سعيد بسعيدة مع السلامة لا 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 عندك نزلة معوية واحد كاتب لي عنصيري يا اخي ترى ملاحي ضدك انا ملاحي ضدك يلا هلا قام اوكي علقت مالك الحين اوكي انا لوحدي ايوه لوحدك يا جماعه يلا تكفون اغسلوهم يا جماعه تكفون اغسلوهم ما في فوز تكفون اغسلوهم يا جماعه ما في فوز نزل سلاحك نزل سلاحك نزل سلاحك نزل سلاحك جينا من جنو جازان خارجيناكم جينا من جنو جازان خارجيناكم على الهواء على الهواء الله واحد اعطوا حظوم جينا من جنو جازان خارجيناكم جينا من جنو جازان بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان ويلي ولا هذا اللي ما يتوضى ويلي ولا والله شكل بقرا عليكم هبلتوا خلاص اطلع اطلع تطبيق امازون واستمتعوا باحلى الاسعار ملاحي 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 هذا صعب هذا
كيف؟ ليش؟ بابا انت قاعد ترقص على شنو؟ ما في شيء. انا الدبه اوقف يا ملاح اوقف ما اقدر دبت سياره ما اقدر ابطلها والله مساعده لا ركز هدو حيلك شلك جني شلك جني شلك جني هد حيلك اسكت بالله بالله يعني ما عندكم رياضه ولا عندكم لياقه نهائيا انا شايفني ماكل عسل شباب شباب جاي عند واحد صاحي انت هدت بطني نزل لي اسد وانا ارقص الليله بالثاني انا ابليسك والله لا ارقص بالثاني الله يستر علينا من ذا البذوث نطولها ونقعد مثل ذا عمرنا ممدده ممدده شو من اخر شيء يقول اسد يا ربي استر علينا هذا ملاحي انتبه نستر علينا يا ملاحي لو طولنا في ذا البذوث شوف يقول يقول نزل لي اسد واقعد لك يوم ثاني والله اني حبيته قايل ملاحي انا حبيت النظيفه لازم تدخل البرنامج كم. لازم تروح على طول تسال سعود وين خويي حبيبي على طول لا تروح مع احد وين الكينيه الكينيه وينها غير اسمك غير اسمك يلا غير اسمك من عرار عرار شيله ها شيل عرار الحكم الاول تشيل عرار تكتب سعود ملاحي لا 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 شيل عرار يكتب شيبوب ما هو الأحكام هذه؟ أيوة خلاص شيل العراب واكتب القرد المحترق لا الله يحفظ وجهك من يا سعود يا جماعة أسد واحد ننهى عليهم لا وعدني قال لي كذا أتوتر وعدني والله أنت بس عد العين دي قبل دي الغسل بطلت خلاص انتهى من عيون الثنتين أنت المفروض أنك توتك أصلا من زمان حبيب عيونك بسم الله عليك يا حلوك انا قلت لك اتعلق مروع ترى شغاله اتعلق فيها لا 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 تعلق انت على فراش الكرامه باذن الله انت وثق باذن الله الحكم امون على خويي ملاحي ما في حكم تستاهل تستاهل اخونا خلاص انت اخونا حبيناك حبيبي حبيبي سجل المقطع هذا خلنا نحطه في الصفحة ويحبوني لحظة خلنا نسجل وجه أمك لحظة لا أنت بكرة بتشتكي تحرش لا يا حبيبي خلاص عاد مش أعطيني بوسة يا سعود أنت ملاحي يلا لا عاد أقول وخر أقول شكرا حبيبي أحبك والله والله أحبك وسعدت فيكم في هذه الجولة يا عمري أنت يا حبيبي فديت روحك وفديت كلاوينك وفديت شرايينك يا حبيبي والله يا حبيبي يا حبيبي اعطيته بالتكتك 100 رساله من اللحم رد عليها حبيبي ملح سبحان الله ما يشوف هو اصلا في التكتك والله العظيم حبيبي يلا سجلت ايوه سجلوا انتم معايا خلاص اطلع انزل نزله معويه وش لومك انا زعلان انا اعرف انا زعلان انا اعرف كيف ارضيك ليش زعلان حبيبي ضحى غلطت علي شو ضحى غلطت علي
اللاحي شنو؟ الرجل يعني نعم مجرم. أنت العالم هي اللي تشتكي منك، ما أنت اللي تشتكي منها. الله يا حبيبي إيه؟ يا حبي ها عارفك زين يا حشاشة شوفي، عارفك زين. أنا ذيب حبيبي، أنا ذيب حبيبي. أنا وياك مدرسة نخرج طلاب أكيد. يعني أنت الله يهديك. أنت يا أخي على ما قال، أنت على ما قال من زمان وأنا عارفك. ترى في واحد بس طارح. في واحد جاي عندكم بس برنامج ها ضبطوه. من هو؟ بولتو الباكستاني، ترى باكر عندكم. مرحبا بابا، جلست جاي طال عمر مالك إلا طال عمر دق خشمه لك دق. مش عاد تبي انت عرفت منو؟ ما اعرف بس مالك إلا تبي انا دق خشمه يا ولد. الباكستاني اللي نفس يوسف الغوي. اقول لك اخبز وجهه. ما عليك تبي اخبز لك وجهه ازهله. اذا جاء الباكستاني اول ما يدخل خلاص حتى لو انا غوي دق دق. شوف اذا وعدتني قدام العالم انا وعدك وعد. سلام سعود. سلام ورحمة الله وبركاته. اخبارك وشلونك؟ طلع ملاحي ما نبي. ليه؟ لا شو مسوي؟ هذا ملاحي نيلو ملاحي. ايوه يا شايفه دلعتنا نيلو ما اقدر اقول لها شيء. ها؟ اخيتي نيلو اخيتي دلعتنا اقول لك كل يوم اشوفها. وين؟ هناك. وين يعني؟ يعني انا مش عارف خرب يا ولد من الغطرة. ايوه ليش مغطر على دجاجة نوم؟ ايوه وش اخبارك نيلو؟ والله تمام. انت وين؟ زمان عنك. اقول لك سعود اذكر نيلو يا اخي من زمان. يا الله كانت اول تشوفني سمعتي سودة عندها. اذا شافتني قالت كعه. يلا مع السلامه. كنت انا اشفي هذه. اهلين وسهلين. هلا والله. هلا 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 والله. هلا ثانية تقال. اخواني اذا جت صديقتي. يا حمرة نيلو. نيلو هلا يا عمري كيف حالك؟ هلا يا روحي. شو اخبارك طيبة؟ اه الله يسلمك. ملاح سعود كيف؟ هلا 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 هلا. سعود في راد؟ لا بي لثة قصدي. ما تضحك يا تافه يا تافه. هذا راد. الله وين روج؟ اقول اللثة عندي يمكن تعبان لان كان طالع قبل شيء. على العموم شايف وجهك، شايف وجهك كله دفوهات. وين دفوهات؟ كيف دفوهات؟ شنو يعني دفوهات؟ هو ما فهم الكلمه. ما ادري عنها. قصدت يعني قصدت اهالات. لا دفوهات يعني بالمصري، هذه كلمه بالمصريه. تعاميات بالمصري. عاد لا تنمرين، ترى ما عمر التنمر كان محتوى. والله قول لنفسك. لا حرام عليك لا تنمرين عاد. امان عليك هذا اللي يظلم يعجر المظلوم. بذمتك جرحت. لا بذمتك لا تنمرين. بذمتك لا تنمرين. بذمتك لا تنمرين. اي والله. يلا طيب يلا يلا والله العبوا. يلا العبوا جوله فكونا من التنمر. فكونا من السوالف الشينه. سلامات. لا ان شاء الله ما فيه. ايوه ترى ما عمرك كنت تنمر محتوى صح. ملاح اترك الجوال. يلعن ام جوك يا شيخ. يلعن ام جوك. ايه اذا الفكك يا شيخ. يلعن ام جوك يا شيخ. قاعد اضبط واحده والله. قصدك في البرنامج صح عليك. لا ورب الكبن قاعد اضبط حق واحده شغله. تبي شغله مني يا بهيمين؟ خلاص يسار. شوف والله شيك. ما شوف تستاهل تستاهل. تكبيس يا جماعه. كبس حسبي الله عليه. ما في فوز ترى على فكرة. ما أدري ملاح إيش فيك. ملاح قاعد يعني. يسألوني يقولون ملاح. عنده حالة إنسانية. هي قاعد يشوف موضوعها بس. إيه.
كلمة بس على فكرة أنا دامني موجود وحاط عيني على التحدي ما في فوز ترى. حاب أقول لك شوف أنا قاعد أشرب شاهي. شاهي؟ أي نعم. بالعافية. الله يعافيك. اسمع تعال بقول لك شيء. أنا إذا فزت. لا تقول عندي عيد ميلاد، لا تقول عندي عيد ميلاد. خلاص عندي شيء عيد ميلادي كل ما قعدت عيد ميلادي العالم. اسمع أنا والله ما أقول لك شيء. ما أدري إذا يصير أقول ولا لا. تخيل. رحت برنامج شو اسمه هذا مكانك حق ابو الهش ايش فيك يا مسوي فقط اسمع عدل ايه اسمع كان يا ابوي صور اثنين صورتك انت قال وش رايك فيه تدخل سعود القحطان يعني ما ندش يعني مع احترامي لك بالعكس قلت بس انا بخاطري قلت يعني يا ما ندش خير شر ما ادري هي يعرفون انا وياك متاوشين قبل ولا وش متى بالله متى بعدين ما عرضوها الحلقة ما أدري يصير أقولي لا وشي وشي لا يعني ما تعرف برنامج هذا مكانك ما تعرفه أنت مستضيفينك فيه قبل استغفر الله العظيم حق أبو الهش طف الجوال وأنت معنا في البث يا حرمة أيوة لا ماشي بس بلس قفلوا الدبل يا جماعة قفلوا الدبل قفلوا الدبل أي صح ما يصير أقول ما استضافوني هي عاد كلش ما مستضيفين قفلوا الدبل ويزول مرحب حيك وين حيك ارحب شوفوا الدخول ارحب ارحب بالغت وشفت وين قايل شكرا جيو سعود ما في فوز طيب انتوا ايش قررتوا ما اقول كومنت حد اسالكم سؤال عادي اسالكم سؤال هذه فضيحه تراك مكشوف انا دق عليها توش فيك ايش قاعد تضحك شنو شو نزل ارحب باي طول الليل هاي تلوني بكل مكان بكل زمان بكل تاريخ وافية كل زمان وبكل تاريخ وافية يا عمري انت والله يا عيال ما يحدق علي شبي شبي ما يحدق علي أيوة وين سؤالك ذكرتوني جعل بذمتكم اليوم الدين الله لا يحلل أي واحد فيكم يكذب كل واحد فيكم يكتب لي نسبة حبه من 100 والله لا يوفق أي واحد مسطح يلا لين كلكم تجاوبون في واحدة كتبت لي صفر اسمها مذهلة مذهلة أقول لك شيء الله لا يوفقك لا دنيا ولا آخرة جعلك من هم إلى هم جعلك من قم إلى قم جعلك ما تتزوجين طول عمرك إن شاء الله تتزوجين عمرك 73 سنة يا رب يا رحمن يا رحيم أول يوم تتزوجين فيه ثاني يوم أنت ميتة يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم قولوا أمين لكم أنت ليش ما تحبني ليش ما تحبني قول امين والله العظيم اكلمكم جد قول امين لن تعتذر مني وتكتب لي انا اسفه 100% اني ارضى اي ارمى يا سعود خسرنا لا أبو فيس كره التحدي أقول لك ركز التحدي معي من اليوم ما تركز ما تركز ما في فوز ما تفوز علي الحرام لو حط التحدي في رأسي علي الحرام قوم اللي اعتذر لا تحلف لا تحلف لا تحلف علي الحرام من قوة التحدي اثبت اثبت هذه هذه شو سكارك سكارك ما نشوفه سكارك ما نشوفه نيلو قولي لها عم مستوانا
شكل صديقتك هذه متهوره قليله ترى دشير قليله ترى احنا دشير علميها يلا سعود الحكم الاول باقي الجوله الثانيه وين انت رايحه لا 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 الجوله واحده قلنا يلا حكمي توب 1 على راسك نعم على راسك توب 1 على راسك توب 1 على راسك يا لوح نعم قالت له ما الله يلعن ابليسك يا طلي الله يلعن وجهك يا مخيس جولتين يا حبيبي ما كلمة حق تيلي تمشي في البرنامج وبرا البرنامج كم تيلي تمشي تبون ولا بكيفكم سلامات قم طبق انا سعود يا لوح انا سعود انا سعود ايش بدكم جولتين جولتين ايش قايل احنا هيني لوح ايش قايل احنا هيني لوح ما عندك مستوى لا ما عندك جولة ثانية يقول جولتين ما عندك مستوى يا سعود عندك كلام في مخباي ما في مشكلة سعود نلعب ما عندك مستوى تبين نلعب جولة ثانية ألعب بس أنا مع الريم نيلو تعالي علي طلقني معك والله ما تنازل عنك أرضى هذا حرمة رمة جولة واحدة ملاحي ملاحي ما عنده مستوى ذا يعني اي ادري انا ضحكة بعد عمري ضحكة يلا باي ابريك يو ناو ابريك يو بعد يا جماعة سعود سعود قشمة لازم كل واحد فينا يضحي علشان اخوه صح فهمتك يا كلب حيكم جايز ما بعد تكبيس يا سعود اجلس اجلس خلينا بدعم خليه اي بدعم معلش خلوه أبريك يو ناو أبريك يو ناو أبريك يو ناو أبريك يو ناو تربل يا جماعة تربل من هنا ناخدها من هنا يلا يا جماعة الدبل افتح الدبل اهدى 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 افتح الدبل انقفل الدبل يا جماعة انقفل الدبل الريم طحتي في اليد المجرمين الله يعينك الحمد لله اني مجرد سعود حيكم حيكم قفلوا التربل يا جماعة قفلوا التربل مع بعض حيكم كمان أبريك يو ناو السلام 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 تربل أرحب يا محزم يا أرحب أرحب يا المحزم أرحب أرحب يا المحزم قلبي ما يصير سكوري والله خايف ما يصير اي شيء هرب 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 اي شيء بحكم دماغ يروح على الفاضي لبن بس 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 حرام انت بجو حي فاضي حرام ربل حيك 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 ابريك يو ناو ابريك يو ناو ابريك يو ناو سعود ابريك يو ناو شد حيلكم كمان 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 يا جماعة أي شيء ما في أي حيل ما في ما في يا سعود ما في شباب لا يبغض صادق يا رزان فوجي يا الحبيب فوجي والله محزم أقسم بالله
ملاحي متخرفن، انا اشهد طايح على وجهي انا بعد بس متخرفن. حورية تعبين اطق الثقل؟ والله ما طقيت الثقل طول عمري طاق الثقل. كم انت صار كله شباب اما بعيني ما هو ادخل اصير خفيف مثل الاوادم. من الحياة عرس حبي انا عندي عيال الدنيا كلها حين بتزوج الثاني والثالثة والرابعة كل عرس خلاص يبا شرح للي اربعة بس هي فيها مشكلة يبهتها كبيرة والله. شو شيء شو تقولون شيء يبهتها أشهد الناس متحمسة وأنا خاق. ما في كده نبيك تفرح حرام ما نبي نكسر فرحتك والله. يلا 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 جولة ثانية الفاصلة جولة ثانية حرام شفناك مبسوط ما نبي نكسر فرحتك والله ولا يعني سكارك داون ولا شيء. شفتوا يده وهي تقول كذا بلثتها. يلا جولة ثانية ها انا مع سعود ها يلا قلبوا وجهك انا سعود انا اللي ليش معي فوز. يلا تعالي ريم تعالي ميلو تركتيني وخسرت هو هو يموت على صدام ملاح سعودي. يا جماعة هاي الجولة على الأقل هذه الجولة إذا بنا الثاني صادق والله يعني أنا لو أفكر أدب على سعود أقسم بالله ما لك يعني حقيقي كيف أحصلها عزا ريم أحصلها عزاها. انتبهي أكسر أصبعك ترى انتبهي أدري كان. سؤال حق أهل جاكو اللي هني برنامج اللي دخل بثي تبوني يومين أفتح لايف؟ وعد مني لكم من اليوم لافتح لايف هني يلا بس اذا غلط علي هذاك راح اغلط على لساني تبري مني بدر سرمي وش ايش تبي ندق علي بسناب ايش تبي وش تدق علي بسناب حماره لا تفضحني يا عبيط شفيت شو كنت عمني حامد دعمها راح يلا بجي
يلا 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 الله يلعنك توك تقول انقذتيني اهبل على شنو انقذتيني ايش فيك اشه فيك خلل ما شوفي فاتح لايف لازم تحترمين نفسك انا فاتح لايف ما في بنات يدقون علي مسوي مجنون دعمها ادعم منه انا اي نعم اللي هناك ثلاث ايات هذا اي 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 هذا انا اي نعم معزي فايز الدعم الثالث نايف تبنا نصير وسخ ولعها تبنا ولعها تبنا ولعها شو شو بسوي ريم ياه عيال الجحفل ها ايديكم على الزناد ها ايديكم على الزناد ابريك يو ناو والله ما قصرتوا حبايبي والله شكرا الله يسعدكم من اليوم كنتوا معاي من اليوم انا تبعت خليهم يفرحون ياخذون التوب اسعود خلينا التب لهم والله العظيم يا ابو محمد ودي اقول لك شيء واحد اتذكر اتذكر قبل شويه في واحده قالت في واحده قالتك باخذ التب على راسك سبحان الله والله ما عندك شخصيه انت ملاحي ما عندك شخصيه خلي عندك شخصيه شوي كنت قبل شوي عندي معاي صاق والحين ضدي ايش فيك ابريك يو ناو اضحك معاك ايش فيك ايش فيكم تزعلوني ابريك يو ناو وانا اضحك معاك ايش فيك زعلت يا بنت ايش كبر جاز الحكم ارين ايه ما تدري انا اخيك معاك بين حصانه سعود وش اللي حصانه والله صح بين حصانه والله وش اللي بين حصانه والله اخر مره اخذتك رايح جاي وش اللي غيرنا ورايح جاي شفتي خطك انت انا احب اني العب مع سميلي وش في ما هو زميلي عندي احس اني العب مع ظهري احبكم وين ويدا يعني عادي وريناك الكيو ناو يس اقول لك شيء ما راح احكم عليه ليش ابغى مستوى قوي اقوى من كذا إذا ما جاء مستوى عندي حصانة كده. عندي حصانة عندي حصانة ما في حصانة عندي حصانة أسمع أنا دائما أحزن عليك وأقول لك بلاش بحكم وما نحكم عليك تنزل سكورات على راسك ونقول لك روح أنا أتمنى دعمك كان موجود ما قصر دعمي معاي من اليوم من اليوم أنا تبعت بس يعني الحين نعطيك إحنا نعطيك التوب يلا دمرناه لا 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 ما يقدر يفوزك على سعود القحطاني يقدر والله يقدر ما يقدر سلامات والله يقدر يا سعود والله العظيم ما يقدر ليش ترى سكورك ولا شيء ايش بك حسستني انا 2 مليون امامك المجرمين والنعم فيهم كلهم ما عليك ذول بس ترى سكورك عادي يعني وعلى شان كذا بقول لك ما في حكم وجدد مستواك باي يا رب القوة بو عصا الدم ولا اراكم شيء يلا ريم واحد ريال ريال نعم بنت تطول صوت علينا فهد I love you في واحد دعم اللي هو الحين أول دعم عندي والله أني ما أنساه يا لب قلبك
يا لب قلبك نايف، واللي هو اللي هو بعد اللي حط صورة إبراهيم عباس معزي وفهد ونايف. اي والله البنات هنقول لكم الفرامل والنسوان هذول ما منهم امان. اكل تبني قبل شيء طالع بس انا قاعد اقول عليه بالسناب بس صوتي ما تقول انت سكت تضحك بس انقلبت علي. لا حول ولا قوه الا بالله. ادق عليه وشو وين فيه بس انا ادق عليه تضحك بعدين انقلبت علي. الله اكبر الله اكبر. متى جات عندك السناب يا كلب؟ ضفتها مرة طافت. لا بس كذا ما ضفتها والله. انا ابريك ابريك ناو ابريك ناو. لا بس والله العظيم اني ما اكلمها والله. لا محترمه لا ما انا والله انه محترمه هذا صدق. العب محترمه كيف العب محترمه؟ لا يعني اقول لك محترمه البنت اقسم بالله. الحين لو جيت العب انا تحدي جيت انت مهدي يرسل لي ما ادري ايش يبي. اي داق علي ما انا مهدي بعد ما رد خليه ولا حرامي. ايش فيك انت على الرجال؟ حرامي. ملاحي بالله ابيك تقرا هناك. لا دخل احد. مياو. سخيفين. مياو. مياو. نعم. ريم. من اللي دخلت انتي؟ مياو مياو وش تبين؟ مياو مياو وش فيه انتي مجنونة؟ مياو 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 يا بنت بنت بس ابي هذا خويي في سالفة. من قطوتي؟ مياو. الله يلعن جدك يا كلب انت وياه. اطلع برا الله يلعن بيتك يا غبيه. اطلع برا غبيه على طول اي شيء يقولونه. اطلع برا ولا قله ادب. يلا اطلع 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 يلعن بيتك انت من قطوتي. انا اعرف من قطوتي من قطوتي. اذا سويتيها انت غبيه وحماره. العن ابو الحماره يا غبيه. ميوت ميوت ما اسمعك ميوت. خلاص روح يلعن ابليس. خلاص روح يلا غبيه طقطق عليه طيب سكبوه. ملاحي لو قلتها ترى راح مستقبلك للشغل. ملاحي قطوتي شنو سعد بتقول لي مياو ولا لا؟ اتخسين متعقبين اتخسين متعقبين. يلا انقلع يلا يلعن ابليس يلا يلا انقلع يلعن ابو راسه المخيف. الله لا يوفقك انت وياها. لا يعيدك يا حيوان. هذه مهبولة. الله أكبر الله أكبر. هاي نوف. هاي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. من وين؟ من الرياض. المهم شباب استانسوا ان شاء الله كلكم على البث. ان شاء الله كلكم استانسوا على البث. بث خفيف لطيف. ما ادري بس انا استولى. اقسم بالله العظيم اني احبكم. شكرا ربع اللي دعموا هني وهناك لكم موافين بكل مكان بكل زمان.
بتكلم عن كلمة واحدة قبل أقفل بثي. كلمة واحدة بقول قبل أقفل بثي. أنا بحياتي بعمري ما بررت ولا تأسفت ولا قلت حق أحد ولا مستحيل أتأسف حق أحد. بس أقسم بالله العظيم أنا من دخل قست هم قاعد يتحرشون فيني كانوا. وانتوا شفتوا. أدري الناس تدور الزلة تبي تخطي تبيني تهاوش فيها. عرفتوا؟ أنا وعدكم وعد أقسم بالله العظيم أني ما راح أرد عليه وطول الجولة حط ميوت. حتى لو يخطي علي لو يسب لو يتكلم من هنا باتر مو كل واحد أعطيه وجه. من الأخير. حلوين؟ بالأخير أقسم بالله العظيم أني أحبكم وأعشقكم. أدخل بس بروح نام. هذا كلام حقكم وانت أنا حق ربعي اللي هني. إذا بذر مني كلمة واحدة غلط سامحوني عليها. إن شاء الله كلكم استانستوا. أنا أشوف أنه بث حيل جميل لطيف استانسنا استمتعنا بس سريع سريع. أحب كبير كلكم من أول واحد فيكم لآخر واحد فيكم. نشوفكم إن شاء الله باكر. السلام عليكم.